مراكز آمر بجغرافيتها المنتشرة في دبي نجحت في الحد من الخدمات العشوائية السابقة من قبل بعض مكاتب الطباعة، ونجحت في فترة وجيزة أن تقدم خدمات متنوعة بأعلى مميزات الدقة والكفاءة وبأيدي كوادر وطنية. سياسة التميز في تقديم الخدمة وسرعة إنجازها في زمن قياسي للمتعاملين هو الشغل الشاغل الذي تسعى إليه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي من خلال هذه المراكز. ومن هذا المنطلق قامت بتدعيمها بأفضل البرامج الذكية لتبسيط وتسريع المعاملة.